أنا أعتقد إسهام الإعلامي حينما يلتزم بالحد الأدنى من الاحترام والاحتراف، فقط الحد الأدنى، ما نطالب أن الإعلامي يتحول إلى مناضل ولا يدفع أثمان كبيرة، لا، إنه يلتزم بالحد الأدنى من المسؤولية المهنية الصحفية الإعلامية ويؤدي عمله كما يجب في الحد الأدنى. نتكلم، ما نتكلم في الحد الأعلى. حينما يؤدي مجموع الصحفيين والإعلاميين في أي بلد من البلدان، ثق تماما أن إسهام الصحافة والإعلام هو أكبر من إسهام أي فئة أخرى في نهضة المجتمعات، مع كل التقدير للأطباء والمهندسين والمعلمين والسباكين والبنائين، مع كل التقدير للجميع. ليش؟ ليس لأن الإعلاميين أعظم وأكثر أهمية لا لا، لأن طبيعة الدور الصحفي الإعلامي طبيعة ذات تأثير كبير في حياة المجتمعات والدول. والحقيقة كل ما تعمل عليه الأمر هي مسألة احتواء وسائل الإعلام واحتواء الإعلاميين بأرخص الأثمان. حينما يلتزم الصحفيين بالحد الأدنى من احترامهم لأنفسهم ومن احترامهم لمهنتهم ويؤدون دورهم في نقل خبر، أنا الآن قدامي شارع في حفرة، حينما أكتب عن هذا الأمر ولا أجامل المسؤول ولا أساير المسؤول الفلاني ولا أتلقى هذا، يعني تأثيري في نهضة المجتمع أكبر من أكثر من تأثير السياسي. هذا الأمر اللي ممكن يقال لطلبة الإعلام حينما يقال لهم، حينما يلتزم الصحفي بالحد الأدنى. أنا لا أطالب الصحفي أن يكون مناضل، أنا لست مناضل، لكن الصحفي يجب عليه أن يبقى، صحفي الإعلام يجب عليه أن يبقى. حينما يؤدي دوره بالحد الأدنى، ثق تماما أن تغييرا كبيرا ستشهده هذه الدول، تشهد هذه المجتمعات. ما يحتاجه الإعلاميون بيئة سياسية، فقط بيئة سياسية محترمة تترك الناس يفكرون ويتحدثون ويعلقون وينتقدون، لا تغضب ولا تنزعج ولا تبني السجون. السجون ليست للآراء وليست للأفكار وليست للأصوات الحرة وليست للإعلاميين وليست للمثقفين وليست للناشطين. هؤلاء أبناء دولهم يحبون دولهم ويعشقون دولهم ويريدون النماء والكلمة لا تخيف. إلا من يشعر بنقص يجب أن نفتح المجال، كل ما فتحنا المجال سنشاهد إعلاما رائعا. هذه الأمة فيها خير، فليتركوا الناس يفكرون ويعملون وينتقدون. هذا أمر لا يقوض الأنظمة ولا يقوض الدول، هذا أمر يبني الدول ويكرس مكانة الدول ويعزز قوة الدول. للأسف يعني انتشر ظاهرة المقدم غير المحترم الذي الأراغوز الحزلي، لكن يحتاج المقدم أن يكون إنسانا يمثل الناس، يعبر عنهم، يعبر عنهم معرفيا ثقافيا ويمارس دورا تنويريا نقديا. المقدم وكيل للناس في الحوار الذي يديره، وكيل يعبر عن ما يجول في داخلهم وما يتمنون أو يرغبون بمعرفته، وبالتالي يجب أن يكون على قدر من التعليم والثقافة والمعرفة والاطلاع والموسوعية والاحتكاك والنزاهة. إن لم يكن نزيها يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة سيئة، أن يتجاوز عن كثير من النقاط الهامة وأن يذهب إلى نقاط غير هامة أو نقاط يراد لها أن تثار وهي ليست على ذلك القدر من الأهمية، وبالتالي أن يكون نزيها، أن يكون نزيها وصادقا ومؤمنا بدوره. دعنا نتحدث عن من غاب في هذه الأزمة من الأصوات الإعلامية. أعتقد حجم الغياب كان يقارب 90% في تقديري، يعني ما أدري إذا كنت دقيق أو لا. فهذا الغياب كان يعبر عن عزوف أخلاقي خليجي وحتى عربي، يعني عن الخوض في تلك المهاترات. يعني من لم يتحدث، من لم يخوض مع الغائضين، من لم يهاتر، من لم يسئ، كان في مساحة واسعة إنه هؤلاء تعاملوا برفعة وبشرف وبأخلاق. حتى العزوف الشعبي كان بالنسبة لي لافتا، لم تكن تلك يعني السوءات والمهاترات كانت مقبولة. فبالتالي وأعتقد أنه يجب أن نراجع من هم الإعلاميين. يعني صفة إعلامي أو صفة صحفي لا يجب أن تطلق هكذا يعني على 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 أي شخص امتهن الكتابة أو امتهن المراسلة أو امتهن التقديم التلفزيوني أو التقديم الإخباري. كثير يعني يعملون في هذا المجال لكنهم لا يتمتعون بأدنى درجات المهنية والفهم والمعرفة والوعي، وبالتالي يعني يجدون في هذه الأزمات فرصة كبيرة لإظهار أنفسهم ويتعاملون مع المسألة على أنها حروب إبادة، على أنها حروب صفرية، على أنها حروب إلغاء. يعني أنا أعتقد إنه هؤلاء كانوا يعبرون عن إمكانياتهم المتواضعة والضئيلة. من يعني تعففوا، من ابتعدوا، من لم يساهموا بشكل كبير جدا. أنا أعتقد وأنا عندي رأي في موضوع الأزمة، هناك من يريد أن ينظر لهذه الأزمة بين منتصر ومهزوم، بين معسكر وآخر. أنا أعتقد أننا إذا 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 عدنا لبداية الأزمة كلنا يعني كلنا مهزومين. هذه الأزمة هزيمة لنا جميعا. كانت انهيار منظومة مجلس التعاون، انهيار المؤسسة الوحدوية الأخيرة في العالم العربي. وإذا أردنا أن ننظر للانتصار
كل إنسان أو كل طرف لديه انتصاراته أو لديه رؤيته، لكن انتصرنا جميعا بأننا عدنا مرة أخرى للحوار والتقارب، ورفعنا الحصار وأعدنا النقاش بشكل موضوعي وبشكل مهني وبشكل سياسي. الإشكالية الأصلية التي تتعلق بكيفية إدارة هذه الدول، كل دول العرب، إشكالية تتعلق بأن السياسات خاضعة للأمسجة وخاضعة للقرارات الفردية وخاضعة للمتغيرات لا علاقة لها بمصالح الدول والأقاليم ومستقبلها واستراتيجياتها البعيدة، في ظل أخطار كبيرة تحيط بنا. يعني المنطقة تغلي، هناك تغول إيراني كبير جدا، هناك غطرسة صهيونية كبيرة جدا، يعني تتنازعنا الدول الكبرى أو الدول الإقليمية بشكل كبير، وأشعر أنه هذه الدول هي فقط من يحقق مصالحها. لا أشعر أنه المملكة العربية السعودية كدولة كبرى في المنطقة تحقق أو مصالحها تتحقق، لا أشعر أن قطر والإمارات والبحرين والكويت لا أشعر أن مصالحها تتحقق. إحنا كلنا نطالب بحياة أفضل، بعيدا عن كون سياسيين أو بعيدا عن كون مهتمين بالشأن العام، لدينا أفكار إصلاحية، لدينا رؤى لبلداننا، لدينا رغبات بأن تتحسن الحياة، تحسن الشارع، تحسن المستشفى، تحسن المدرسة، تحسن ظروف حياة أولادنا، تحسن مناخ التعبير العام في بلداننا، تحسن يكون عندنا مشاريع، دول لديها مشاريع، لديها رؤى، لديها يعني مستقبل، تطور مثل ماليزيا، مثل إندونيسيا، مثل كوريا الجنوبية، مثل ما حصل في تركيا. يعني أنا أعتقد كلنا نشترك في هذا الأمر. من ذهب للتطبيع يمثل نفسه. هل لدينا مصلحة في التطبيع مع إسرائيل؟ هل تعتقد أن إسرائيل هذه الدولة المتقدمة العلمية المصنعة الأسلحة ستمنحك سلاح واحد؟ هذا أمر يحلم فيه الناس. هي ستستغلك كمنصة تجسس متقدمة في حروبها ومعاركها مع الآخرين ضد إيران على وجه التحديد، ولن تدافع عنك إطلاقا، ولن تطلق طلقة واحدة، ولن تمنحك تقنية واحدة. هذا أمر يجب أن يتوقف التفكير فيه.